بمناسبه قمه المناخ اللي شغاله في دبي، نشطاء عملوا نشروا صوره معبره قوي من غزه، صوره قمه المناخ في دبي والمناخ في غزه، اهي الصوره دي، ادي العالم كله مجتمع. شوف الزيطة، زيطة وزنبليطة في الصالون، ما شاء الله دبي عاملة شغل جامد قوي وغزة مولعة. يا ترى رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد شاف الصورة دي ولا مش فارقة معاه غزة أصلا من ساعة حضوره بالبدلة باللبانة، كمان باللبانة لما كان قاعد في قمة غزة في العاصمة الإدارية، حد فاكر؟ ده غير الحقيقة غيابه أصلا عن القمة العربية في الرياض بتاعت غزة، وصولا لاستقباله رئيس الإسرائيلي وضحكوا معاه، ولا كأن في مجازر بتحصل في غزة. أفكرك باللقاء ده بينه وبين الرئيس الإسرائيلي؟ اتفضل. كما التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إسحاق هيرتسوغ الرئيس الإسرائيلي على هامش عمل مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 28 الذي بدأ اليوم في دولة الإمارات. ورحب سموه خلال اللقاء الذي جرى في مدينة إكسبو دبي بزيارة الرئيس الإسرائيلي إلى دولة الإمارات ومشاركته في أعمال كوب 28. حفظه الله، لازم يقول حفظه الله، لو ما قالش هتبقى مشكلة. أدي الصورة اهي، قاعد مع الرئيس الإسرائيلي، الراجل قاعد وزي الفل حفظه الله، المهم تقول حفظه الله بس، اهو قاعد مع الرئيس الإسرائيلي ولا كأن في حاجة بتحصل في غزة ولا كأنه في اي حاجة. بس مش مهم، ما خلينا نشوف الفيديو كده. ابو البنا وتنتقل فورا الى التفاوض حول التهدئة ووقف اطلاق النار ثم البدء العاجل في مفاوضات لإحياء عملية السلام. مش مهم المناخ في غزة بقى، المهم المناخ العالمي وحرص القادة والرؤساء على الحفاظ على البيئة. محمد بن زايد عمل صندوق وحط فيه 30 مليار دولار لمعالجة مشاكل المناخ في الأرض، لكن أطفال غزة وجرح غزة اللي بيصوتوا وأهل غزة هم شايفهم. أنا إيش خيال يا ناس، يسرني إن أعمل صندوق لحل مشاكل المناخ احط فيه 30 مليار دولار. انبهار الرئيس الهندي، انبهر الرئيس الهندي، انبهر وهز راسه ما شاء الله، الله اكبر. 30 مليار دولار عشان يحل مشاكل المناخ في العالم على كوكب الارض. بس انا متهيألي عارف السر في القصة دي ايه، أنا متهيألي عارف السر في القصة دي إيه. السر فيما يبدو إن في منافسة ما بين المحمدين، محمد بن سلمان ومحمد بن نايف بن زايد. الاتنين بيعلوا على بعض دلوقتي عشان واحد فيهم يبدو قدام العالم كده إنه رجل متطور. محمد بن سلمان ضخ كمية أموال في التهريج والهكس حتى مطلع الفجر. محمد بن زايد يعلي عليه، انت بتعمل مهرجانات وبتستضيف ناس وبتاع وشارون ستون اللي اكل عليها داري وشرب، انا كمان هعمل قمه مناخ وهدفع، اعمل صندوق ادفع فيه 30 مليار عشان احل مشكله المناخ في الارض كلها. فالاثنين بيعلوا على بعض، بس المعركه الحقيقيه في غزه هم مش شايفينها، بدليل ان محمد بن سلمان في الوقت ده عامل مهرجان اسمه البحر الاحمر وجايب فيه النجمه الامريكيه بتاعت كازينو شارون ستون وهي بتغني مع نانسي عجرم مش عارف اغنيه ايه. ابص شارون ستون اهي اللي ما بتشتغلش دلوقتي. فمحمد بن سلمان يعمل مهرجان البحر الاحمر يهزم فيه الموزز دول والدنيا تبقى يختلط الحابل بالنابل في برج بابل، بينما محمد بن زايد يعمل مؤتمر المناخ ويقول لك انا هعمل صندوق واحط فيه 30 مليار دولار لحل مشكله المناخ في الارض. طب وغزه؟ معرفهاش.